الشيخ محمد رفعت صعب حير العلماء والمتخصصين. الحقيقة شيخ رفعت ظاهرة، ظاهرة لا، ده معجزة سماوية. صوت الشيخ محمد رفعت صوت يحب أن يسمعه رسول الله. يعني الشيخ محمد رفعت ده أحد الأصوات الكاملة اللي ما فيهاش عيوب خالص. هدية ربانية للأمة المحمدية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة الآن 7 صباحا. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. اتعرض عليه انه افتتح الاذاعه عن طريق الامير محمد علي، كان في السرايا وقتها امير من الامراء، يعني انه سمعه في سرادق فقالوا له لا تيجي عشان تفتتح الاذاعه دي. فالشيخ محمد رفعت تردد في الاول من القراءه في الاذاعه خوفا من ان القران الكريم يقرا في اماكن غير مستحبة. فهو استفتى وقتها الشيخ الأزهر فأفتى بذلك، بل بالعكس قال له ده ممكن أنت هتكون معاون ومساعد لإحياء القرآن الكريم وانتشار الإسلام، ممكن يكون على أيديك في هذه الدعوة. وفعلا راح افتتح الإذاعة بسورة الفتح. ولاحظ بقى حاجه انا ببص لها فعلا، ودي حاجه غريبه. الشيخ الوحيد او القارئ الوحيد للقران الكريم اللي اسمه مرتبط بمناسبه دينيه وخاصه شهر رمضان معظم هو الشيخ محمد رفعت. خليكم تعيشوا شويه مع ذكريات شهر رمضان الكريم. اسم الشيخ او صوت الشيخ محمد رفعت واذانه مرتبط بشهر رمضان. انا رحت اول ما سافرت في رمضان، سافرت دوله موريشيوس، رايح مسجد عشان اقرا فيه بعد صلاه التراويح كده، فرحت لقيتهم مشغلين الشيخ رفعت. انا لقيت الميكروفونات بتاع المسجد فيها الشيخ رفعت. كذلك برضو رحت سيدني، فعلى طول الشيخ رفعت يعني ماده للمشاركة في الاحتفال برمضان. يعني أنا عندي عقود كانت معمولة له للقراءة طول شهر رمضان كل يوم على الهواء من 9:15 نص ساعة لحد 10:15، وبعد كده ياخد ربع ساعة ويرجع تاني يقرأ تاني نص ساعة كل يوم في رمضان، والعقد ده معمول بمئة جنيه. الموضوع ده عقد مع الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية. التاريخ من يوم الجمعة 7 ديسمبر سنة 1934. أول إنشاء. أول سنة إنشاء. يوم السبت 5 يناير سنة 1935. الوقت من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 9:45، ساعة إلى ربع، ومن 10:30 إلى 11:15، يبقى معناها انه يقرا فترتين في اليوم. وبعد القراءه كان يأذن من كل جمعه اذان مختلف، بس مع الاسف لم يسجل الا مقامين اللي هم موجودين، الاذانين الموجودين، مقام السيكا. ومقام الرصد.
لما هو كان بيقول من كل المقامات الموسيقية كل جمعة مقام مختلف، ودي برضو كانت يعني عبقرية ما شفناهاش من حد. وبقي صوته إلى الآن في القرآن وفي الأذان، يعني ده حتى ما تسمع أذانه تفتكر شهر رمضان. لما نيجي نتكلم بقى عن نشأة الشيخ محمد رفعت، بنلاحظ إن شهر مايو بيلعب دور ملحوظ في حياته. أولاً اتولد في 9 مايو وأتم حفظ القرآن في شهر مايو وعنده 9 سنين، وكان قارئ لمسجد الصورة بتاعت فاضل باشا وهو عنده 14 سنة في شهر مايو، وتوفي في شهر مايو، وافتتح الإذاعة في شهر مايو. ولد الشيخ محمد رفعت سنة 9 مايو 1882، وهو توفى في نفس اليوم بس 1950، ودي بيقولوا عليها كرامة من الكرامات إن يوم المولد هو نفس يوم الوفاة. اتولد بيقولوا كانوا جميل الصورة قوي، وما حتى بيحكوا لي عليه يعني الناس اللي شافته كان جميل قوي زي ولاد الأمراء والملوك رحمة الله عليه. ولد مبصر في سن العامين رحمة الله عليه، كان مع والده، ففي واحدة ست قابلته فبصت في عينيه قالت له عينيه حلوة قوي، ده عيون أمراء وملوك، عين ابن ملوك يعني. وقعد وصحي الصبح قعد يصرخ من عينيه لحد ما كان في بصره. فوالده من ساعتها بقى وجهه ان هو يحفظ القرآن الكريم، وبدأ يوديه الكتاب، كتاب بيشتك اللي هو في شارع بورسعيد في ضرب الجماميز. فلما أتم 9 سنين حفظ القرآن وأتمه على وجوده على إيد الشيخ عبد الفتاح هنيدي، واداله إجازة بالقراءات. فابتدى هو يتلو القرآن الكريم في الكتاب لحد ما وصل لسن 15 سنة، أصبح قارئ للسورة في مسجد فاضل باشا. الجامع بتاع فاضل باشا كان في واحد بيحكي لي إزاي تبقى المظاهرة تبقى موجودة الناس المصلين يقولوا حبايبه من بنها واسكندرية ودمنهور، شو بقى يوم الجمعة، ويعتبر يوم الجمعة وجامع فاضل باشا ده حاجة زي ما تقول خاصة لمجموعة خاصة عشان يتصرف فيها ويقرأ فيها ويمتع فيها الناس. لما جه يتزوج اشترط في الزوجة انها تكون قوية البنية، وده كان طلب غريب جدا، ان هو كان في بيته عامل الدور الارضي زي تكية للاكل والشرب، فكان على مدى 24 ساعة في عملية اكل وشرب وخدمة، فلازم يكون حد يستحمل الكلام ده. وخلف بقى عمي محمد وعمي أحمد، وبعدين عمتي بهية، وبعدين بابا أصغر واحد في الأولاد. بالنسبة لابتهالات الشيخ محمد رفعت، هو طبعاً الشيخ رفعت رحمة الله عليه كان يقرأ القرآن ويقول مولد ويقول ابتهال ويقول توشيح يعني، وطبعاً الموسيقيين يعرفوا الفروق دي بينهم يعني ما بين التوشيح والابتهال يعني. فهو ليه حوالي 7 قصائد، بس مع الأسف ما تسجلتش منهم غير 3 قصائد اللي هي بحق هواك يا من أنت عمري، وقصيدة اسمها عمري عليك قضيته، والقصيدة الثانية ألا إن آل الله عقد منتظم. دول اللي تسجلوا بس. وغنى طبعا قصيدة أراك عصي الدمع اللي هي القديمة بتاعت عبد الحمولي، وغنى قصيدة وحقك أنت المنى والطلب. Oh, my God.
هو الحقيقة الشيخ رفعت يعني أنا بعتبره مدرسته مدرسة وسطية، يعني ما كانش فيها حتة التزمت والتشدد، كان إنسان يعني وسطي. فهو كان بيسمع موسيقى كلاسيك، وإحنا حتى هو سايب لنا في المكتبة بتاعته اللي هي كان سبهلنا يعني، وكان بيسمع الموسيقى غربي كتير، عنده أسطوانات بيتهوفن وموزارت والناس اللي هم الموسيقيين الكبار دول يعني، ودي أثرت في أدائه يعني. يعني اللي يسمع الشيخ رفعت يلاقي إن هو مش زي المقرئين التانيين. يعني بالنسبة لصوت الشيخ محمد رفعت، بالنسبة للتصنيف الأصوات البشرية، الصوت النسائي بيبقى سوبرانو، ميتس سوبرانو، ألتو. بالنسبة للرجالة تينور، باريتون، باس باريتون أو باس، تمام؟ هو كان بينتمي صوته إلى صوت التينور الأول. التينور ده اللي هو مساحة صوته كبيرة جدا، يعني تتعدى الأكتافين ونص يعني. هو كان غير الناس، كان يبتدي مثلا بدرجات أربيج، يعني بدل ما دو ري مي يقول دو مي سول دو، يبتدي القراءة بشكل الأربيج ده، والقفزات اللحنية دي بتحتاج إلى يعني إيه بيسموها إنر هيرينج، اللي هو يعني تحضير السمع الداخلي قبل أداء القفزات اللحنية دي. فهو كان بارع في الحكاية دي، وكان بيقولها بتمكن شديد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال أيضا: زينوا القرآن بأصواتكم فإن حسن الصوت يزيد القرآن حسنا. هذا كله تجلى في شيخنا الشيخ محمد رفعت وجمال صوته وحسن أدائه. قراره حلو وجوابه حلو وجواب جوابه حلو. عندما تستمع إليه تلحظ كيف يعطي كل حرف حقه ومستحقه على مستوى الحرف، والانتقال من النغم وتأدية النغم حقه حاصل مع تأدية الحكم التجويدي وإعطاء الحرف حقه. إلا الشيخ رفعت، قرآن قرآن، يعني احترام للقرآن وتعاليم التجويد، الغنى زي ما قال التجويد، زي ما قال الشطر، المد التوسط توسط، القصر قصر، المد مد. يعني ايه لما لو جبنا تذكرات الشيخ رفعت وقعدنا نتمحصها مش هنلاقي الا التزام فوق الالتزام العادي. وعلى سبيل المثال ندي امثله بقى عشان ايه نوثق الكلام اللي احنا بنقوله. يعني نقول مثلا ايه لما يجي يقول بسورة القصص: فجاءته احداهما تمشي على استحياء. هو يقول ايه؟ فجاءته احداهما تمشي، يعني ايه حالها ماشيه، مش راكبه حاجه ولا يعني جايه له مشي. بيرجع يعيد: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فعمل إيه؟ خلاها جاية ماشية بس على استحياء. يرجع يوصل يقول إيه؟
على استحياء قالت، يبقى عمل المشي لاستحياء لوحده والقول لاستحياء لوحده. يعني لو وقف وابتدى شرحه بيشرح، واحد بيشرح مش بيقرأ. بس أنا هحكي قصة برضو عن حسن الصوت، يعني يديك المعنى اللي أنا عايز أقوله. كان في مريض والدكتور جاله وطلب الروشتة عاجلة عشان الراجل كان في حالة يعني شبه خطر، فواحد من الأسرة أخد الروشتة ونزل عشان يجيبها من الصيدلية، فسمع صوت ينبعث من سرادق، كان الشيخ رفعت بيقرأ في ميتم. الصوت شده لدرجة إن هو نسي نفسه ونسي رايح فين ورايح، فضل واقف متسمر مكانه إلى أن أنهى الشيخ رفعت تلاوته، صدق الله العظيم وخلص. وهو الراجل انتبه إن هو إيه ده، الوقت جري بيه وجري بقى حاول يجيب الدواء، بس ربنا ستر إن هو لحق يجيب الدواء ولحق المريض. فأنا أقصد إن هو خرجه عن وعيه. جابوا مرة أحد المشايخ وكان صغيراً، فطلبوا أن يعني يقرأ في الحضرة، فقال إذا حضر الشيخ محمد رفعت فلا أحد يقرأ معه. وكان الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقول برضو مقولة عبقرية، كان يقول إذا أردت أن تستمع إلى القرآن الكريم من خلال أحكامه فاسمع الشيخ الحصري، وإذا أردت أن تستمع من خلال الفن فاسمع الشيخ مصطفى إسماعيل، وإن أردت أن تستمع إلى حسن الصوت فاسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وإذا أردت أن تسمعهم مجتمعين فاسمع الشيخ رفعت. فإن أريت الفن الأدائي في الانتقال من المقامات كده اللي يسحب اللي مش عارف الشيخ مصطفى، فإن رأيت حلاوة الصوت يبقى الشيخ عبد الباسط، يبقى فيه الحصري أحكام، الشيخ عبد الباسط فن أدائي نعم، وانتقال من مقام لمقام، ومش ضروري يقف عشان يهزك، مش ضروري يقف يعني سحبته كده في الرقبة قبل ما يقف. الشيخ عبد الباسط حلاوة الصوت. وبعد ذلك أو وقبل ذلك الشيخ رفعت، ففيه كل ذلك. بالنسبة لعلاقة الموسيقار محمد عبد الوهاب بالشيخ محمد رفعت، هو حكى قال يعني إيه بداية تعرفه إزاي، قال جالي كامل الشناوي وقال لي أنا هسمعك بقى مقرئ ما حصلش، قال طيب نروح نسمع، قال بس نكون في الجامع الساعة 8 الصبح، قال له إحنا هنروح نصلي الفجر ولا هنصلي الجمعة، فقال له لا عشان ما نلاقي مكان نقعد فيه. فبيقول رحت قعدنا سمعنا الشيخ رفعت، ما كناش حاسين بوجودنا المادي خالص، إلى أن كل ما شيخنا يبلغ قمة من قمم الأداء تلاقيه يمسك إيديا كده يقول بص شوف كده، يعني زي ما تسميها بتعمل كده يخبطوا في بعض. المهم تعرفوا على بعض، يقول أصبحت صديق له من غير قراءة، طول ما فيش ما بيقراش إحنا أصدقاء ونتزاور، لما يحصل القراءة ببقى خادم تحت رجليه. شيخ محمد رفعت من مسماري، يعني هو الصوت اللي وداني تفتحت عليه وحبيته وعشقته، وكنت أهرب من البيت عشان أروح أسمعه في السرادق اللي كان بيقام، إذا كان في مأتم أو في حفلة عادية مثلا، كان زمان النول لكن قليل يعني،
فده الصوت اللي انا عشقته وحبيته وحسيت فيه بالجمال والجلال. الصوت كان كده يوحي الي بجمال وجلال، ولغايه دلوقتي احب يعني لو سمعته في الاشرطه اللي بيكون مذاعة، خصوصا الأشرطة اللي ما فيهاش خرخشة ولا خربشة، بكون سعيد جدا جدا جدا. الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه كان بيعقد عنده صالون ثقافي كان بيحضره جميع المثقفين في وأقطاب البلد وقتها، يعني من الفن والثقافة والتلحين والتمثيل والغناء. يعني كان بيحضر فكري أباظة، محمد التبعي الصحفي المشهور، الشاعر أحمد شوقي، أم كلثوم كان بتروح ناحية السيدات، ليلى مراد ووالدها، بيتبادلوا بقى في الصالون الثقافي ده كل واحد في مجاله. وكان بيته عبارة عن الصالون ده في الدور الثاني، والدور الأرضي كان عامله زي تكية كده للمساكين والغلابة. وده هو أصلاً كان الشيخ الله يرحمه كان محب للفقراء والمساكين، وفي نفس الوقت اتصل به واحد من ضمن الناس الرجال الأغنياء بتوع زمان إقطاعيين إن هو يجي يحيي عنده عزاء، رفض ومرضيش وراح للرجل الفقير وبقى عن الراجل اللي كان ممكن يروح له ويديله اللي هو يطلبه. هي في قصة جميلة قوي بابا كان حكاها لي الحقيقة. في يوم يعني كان خلاص ما عندهمش حاجة، الشيخ رفعت ما وروش ليلة ولا حاجة، وقفلوا الباب بتاع البيت، وبعدين ما فيش ساعة ولا حاجة كده، والشيخ راح نادي على عمي محمد: يا محمد حضر الكاريتة. طبعا الشيخ رفعت ضرير ومش شايف هو ماشي فين، امشي على طول حود شارع مراسينا، جه حود يمين حود شمال لحد ما وصل عند حد قال له اقف هنا بقى، قدامك ايه؟ في مقتم قدامك. قال له ايوه يا والدي في مقتم. قال له طب انزل اندهلي ابن المتوفيه، مش والدتك كانت مصياك ان لما هي تتوفى تجيب لها الشيخ رفعت يقرا في العزا بتاعها؟ قال له يا مولانا واحنا قد الشيخ رفعت؟ احنا جايبين شيخ بسيط على قدنا هيحيي الليله وخلاص. قال له طب انا يا ابني الشيخ رفعت؟ قال له استأذن لي منه قول له ان انا حاجه احيي الليله بتاعته، وفعلا احيا الليله بتاعت الست. عرف منين مكانها وازاي هي كانت موصيه فدي حاجه يعني بتاعت ربنا. وانا الحمد لله احتفظت من جدي الشيخ محمد رفعت بحاجه من ريحته، حاجه اللي كان على طول بيمسكها الحمد لله، اللي هي الساعه بتاعته. دي ساعة ماركة الجرز، وكانت من غير باغة علشان الشيخ رحمة الله عليه كان كفيف البصر فكان يعرف الساعة منها. ودي بقى لها إيه نقول إيه أكتر من 100 سنة يعني الحمد لله. وفي صورة بقى للشيخ من زمان قوي 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 كان والدي مديها لي، وحتى يلاحظ إن الكارت نفسه من طباعة زمان، يعني الكارت ده يزيد عن 80 سنة دي للشيخ وهو في الإذاعة وهو بيقرأ القرآن الكريم. أما المقتنيات الثانية الروحية أو المعنوية أو سموها بقى زي ما تسموها السماوية اللي هو القرآن الكريم، اللي هي عبارة عن التسجيلات الاسطوانات اللي سجلها زكريا باشا مهران، ودي حصل عليها أبنائه عم حسين الله يرحمه وعم أحمد بعد ما زكريا باشا مات. أكتر القراءات اللي موجودة دلوقتي كان مصدرها من محبين للشيخ، وهم أولاً طبعاً زكريا باشا مهران، وده كان عضو مجلس أمة وأحد الاقتصاديين الكبار في عصره، وده كان بيسجل للشيخ بدون أن يشوفه ولا عمره شافه ولا عمره التقى بيه. ده كان حباً في صوت الشيخ محمد رفعت، فكان بيجيب بالزمان بكب ده الاسطوانة غير الريكوردر بتاع الشرايط غير طبعا السيديهات دلوقتي في عصرنا الحديث. البكب ده كان بيجيب زكريا باشا مهران، بيجيب البكب ويحط عليه اسطوانة يسجل عليها. مدة الاسطوانة كانت في حدود 2:50 الوش، فكان بيجيب جهازين
وكان راجل مقتدر، جاب جهازين، استورد جهازين وكان بيسجل لي قراءاته من الراديو. عرفوا بقى طبعا ولاده ان في التراث موجود عند عائله زكريا باشا مهران، ربنا كرمهم وراحوا له. كان عنده عزبه في القوسيه في اسيوط، قابله مراته زينب هانم مبارك، دي من العائلات العريقه، كانت مراته ست عريقه وست محترمه، وقالت لهم انا بهديكوا التراث ده كله بدون مقابل، يعني ما خدتش فيه فلوس. طبعا التسجيلات كلها منزليه، فيها عيوب، فيها حروف وساعات ممكن تكون آية كاملة سقطت وهو بينقل الصورة بيقلب الاسطوانة تكون طارت، فكانت موضوع شاق جدا. يعني تراث الشيخ رفعت مش يعني اللي لازم يخش في القصة ديت لازم تكون فيه يعني خلفية كلها محبة علشان يتحمل المشقة اللي هي فيه. سبحان الله، بالتقنية الحديثة من 20 سنة حطيناها على أجهزة كمبيوتر وعلى طلع منها صوت. وبابا قاعد في اوضه الصالون حاطط الريكوردر وعمال بطريقته يعني اتعلم، يعني هو مالوش في الهندسه ولا الكلام للصوتيات ولا الحاجات دي، اتعلم ازاي يعمل المونتاج، لان احنا في البدايه استعانوا بالشيخ ابو العنين شعيشه. فالحقيقه صوت الشيخ رفعت صعب قوي تقليده او صعب قوي حد يقرب من الحته دي، اللي هو ليه حته كده بتاعته هو لوحده. فالحقيقه استبعدنا كل التسجيلات دي، وبابا لجأ بقى لفكره القص واللزق، هي طريقة بدائية بس كانت طريقة ناجحة جدا. فلما حصلنا على التسجيلات دي عم حسين بدأ ينقلها على البكر اللي هو الإذاعة بتشتغل منه الوقت، عشان إيه الاسطوانات برضو معظمها كانت حالتها مش يعني فنيا مش لا تصلح للإذاعة، فلازم يحصل عملية ترميم ليها. فلما نقلها على البكر بدأوا يشوفوا بقى إيه الآيات اللي ناقصة والآيات اللي والكلمات اللي ناقصة وهكذا. فكان عنده مصحف بيشتغل عليه، يعني أنا هديكم بس إيه نبذة كده عن المصحف ده ونقول كان بيعملوا إيه. ده المصحف بتاع عم حسين، ده اللي كنا بنشتغل فيه أول ما تعرفت على عم حسين. كان معانا مهندس صوت، نقول له مثلا ايه احنا عايزين الايه الفلانيه من الحته الفلانيه يقصها، وعايزين الكلمه دي، عايزين الحرف ده يقصها ويجيبها عشان نحطها في الحاجات الناقصه. طبعا المصحف ده دلوقتي ده الاساس اللي اشتغلنا عليه. انا حاليا بقى بكمل الكلام ده في مدينه الانتاج من خلال مصحفي انا اللي هو الملون. فيعني نفس الشغل اللي بيحصل، بس طبعا بتقنيه عاليه، انهم عندهم برامج وفلاتر والى اخره. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياتي لعلكم تعقلون، ايه 73. الربع ده كله عباره عن 50 دقيقه. الربع الحمد لله ما فيهوش حاجه ناقصه غير كلمه فجعلناها دي اللي ناقصه. فنروح نجيبها منين مثلا؟ من سوره يونس. سورة يونس بيقول إيه؟ فجعلناها حصيداً كأن لم تغنى بالأمس، خدنا فجعلناها وركبناها على الكلمة دي وأصبحت إيه ماشية تمام التمام. الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه سنة 42 أو 43 أوائل الأربعينات مرض بمرض الزغطة لفاق، هو كان يجي له شهقة، كان ساعات بتستمر معاه بالساعات، قعد فيها فترة وبعدين لما تعب، لما حس إن هو مش ابتدى يبعد عن القراءة في الإذاعة واكتفى بالقراءة في الحفلات والمآتم ومسجد فاضل باشا، لحد ما اشتد عليه المرض
وجاله بقى أورام في الحنجرة وتعب قوي قوي واعتزل القراءة وقعد في البيت. فكان راحت مجلة المصور تصور الشيخ في بيته، كان تعبان جدا وكان خس خالص، وكان بقى مش مرض الزغوطة بس، كانت أمراض كتير، جاله ضغط والتهاب رئوي، أمراض بقى يعني عيني تكلبلت عليه كده هو. فصوروا الصورة دي، فلما الناس محبينه فاقوا لما شافوا الصورة إزاي حبيبنا يوصل بالحالة دي وبتاع، عملوا مبلغ كبير جدا وراحوا ادوه لساعتها في مجلة المصور. حتى لدرجة ان بابا لما وجوابات بقى ناس بتبكي وناس بتعيط وناس بتعرض طريقة علشان مش عارفة ايه والدواء الفلاني والتحويجة الفلاني، فقال لهم يا أولاد الجوابات اللي من الأرض للسقف دول دي جوابات كلها محبة في أبوكو والمبلغ أهو. فقالوا لا احنا مش هنقدر نقبل المبلغ إلا لما نرجع لأبونا يعني. فهو ساعتها بكى وقال ان يعني ادوها للي يستحقها، انا ما مش هاخد الفلوس دي. المقابل ان هو كان باع دور في بيته علشان يصرف على علاجه، بس رفض ان اي واحد يديله فلوس او يتبرر. وقال ما قلته الشهيرة ان قارئ القرآن لا يهان. كان الزاهد الباكي يعني، هو كان زاهد قوي في الحياة وكانت دمعته قريبة، و يعني شاف ابتلاء جامد قوي، لأن كان ابتلاءه في أكبر حتة في أجمل حتة فيه في حنجرته. وهو كان بيدعي ربنا دعاء واحد بس في السنين الأخيرة ديت، إن هو نفسه صوته يرجع تاني عشان يقرأ القرآن، يعني أمنيته في الحياة إن هو يرجع يقرأ القرآن تاني. لكن أنا أعتقد إن هو في مكان بيقرأ في الجنة دلوقتي إن شاء الله. هو الوفاة لما حصلت هو توفي عند بنته بهية، كان في زيارة عندها. وبعدين هو كان شاري مدفن قبل ما يموت يعني، وضبه في حي السيدة نفيسة. فلما مات دفن هناك بقى طبعا، وحضر ناس كتير قوي يعني من أصدقائه والمقربين ليه ومن شعراء ومن فنانين ومن أدباء وما إلى ذلك يعني. كانت جنازة تليق باسمه يعني أو بشخصه. المدفن في السيدة نفيسة، وبيروح له وبيزوروه يعني ناس من مصر ومن خارج مصر، يعني ما فيش حد بيجي في مصر، يعتبر مزار يعني، لأنه بيروحوا بيقولوا عليه يعني، الناس بتقول على جدي السيد الولي يعني، هو من الأولية. والشيخ محمد رفعت ده ليه حبايب كتير قوي، وبيجوا بيزوروا من المنصورة ومن الزقازيق ومن إسماعيلية، وبيجوا ناس تانية كتير. مجرد تنزلي لو جاي حالة ولا حاجة وتيجي تنزلي بتبص تلاقي نفس اللحت بتاعها أكن جديد لسه، بس بتنزلي تلاقي ريحة يعني عجيبة، ريحة جميلة، تلاقي كده ريحة يعني ريحة أنا مش عارف أوصفها. لما توفي ظل 16 سنة، وتوفيت بعده امرأته، فلما جم يدفنوها وجدوا جسده كما هو غضاً طرياً وكأنه توفي الآن. ولذلك قلنا حفظ القرآن فحفظه القرآن. وفعلاً حطوه في لحد وحققوا له الوصية اللي هو كان موصيها. الشيخ محمد رفعت صعب، حير العلماء والمتخصصين في إن حد يوصفه أو حد يحلله أو حد يشرحه. دي يعني هو أصعب من أي حد يتكلم عليه. إنما هنقول إيه؟ أنا هقول جملة واحدة بس يعني إيه؟ سبحان العاطي الوهاب لهذا الصوت الأواب. الشيخ محمد رفعت ملك النغم القرآني. والشيخ رفعت أنا أعتقد إن ربنا سخره لنا ليسمعنا القرآن كقرآن. حد استمعنا قرآن إلى الآن زي الشيخ رفعت. بهذه المناسبة
أنا أهدي قصيدة من الله تعالى بها علي بسبب هذا اللقاء. أهدي هذه القصيدة إلى روح شيخنا الشيخ محمد رفعت، وأسأل الله تعالى أن يجزيه عنا وعن الأمة كلها خير الجزاء. هو منحة الوهاب حين يجود، سبحانه ما للعطاء حدود. يا سيد القراء طرا فالندى عذب المذاق وورده المورود. يا زينة القرآن، يا زينة القرآن، غضا فنطقك سكر معقول.